مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم معنا إلى استوديو مكة والذي نواصل من خلاله المتابعة لأدق التفاصيل وآخر التطورات قبل انعقاد القمم الثلاث في مكة المكرمة، القمة الخليجية الطارئة والقمة العربية الطارئة وكذلك القمة الإسلامية 14 الاعتيادية التي ستعقد غدا إن شاء الله. في بداية بثنا أرحب بالأستاذ محمد السعد الكاتب الصحفي في صحيفة عكاظ السعودية، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. وأرحب أيضا بالدكتور فايز النشوان الرئيس مركز الرؤية للاستشارات السياسية والاستراتيجية من دولة الكويت، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور محمد. يعني ثلاث قمم تعقد في أوقات حرجة جدا، وليست يعني هذه الأوقات ربما هي الأكثر حرجا في تاريخ الخليج العربي تحديدا. لنتحدث عن أسباب هذه الدعوة، المتغيرات السياسية العسكرية الدواعي الاقتصادية لعقد هذه القمة. حقيقة أن المملكة العربية السعودية بعد 10 سنوات إعجاف شهدها العالم العربي بعد ما يسمى بالربيع العربي، وهو في الحقيقة خريف عربي، هدم الكيان العربي والدولة القطرية العربية، واستطاع الحقيقة تشريد ملايين من العرب وتحويلهم إلى لاجئين وفاقدين للهوية، وتحويل بعض الدول العربية إلى دول فاشلة. استطاعت المملكة الحقيقة ليس من اليوم ولكن منذ فترة بداية الربيع العربي محاولة لملمة هذا الدمار الذي حصل، ومحاولة ترميم الجدار العربي، واستطاعت الحقيقة أن تكون هي الباب العالي وأن تكون هي البوابة الشرقية للتصدي للخطر الإيراني على سبيل المثال. أيضا استطاعت أن تبذل جهود كبيرة جدا في العالم الإسلامي من خلال عقد مصالحات ومحاولة أيضا ترميم العلاقات، الدعم الاقتصادي الذي تبذله المملكة في العالم الإسلامي من خلال المؤسسات الإنسانية أو من خلال الصناديق، أيضا تحرير اليمن من محاولة الاحتلال الفارسي التي كادت أن تصبح أمرا واقعا من خلال الميليشيات الحوثية. حقيقة كل تلك العوامل كانت يعني تؤكد على أن المنطقة تمر بمنعطف خطير جدا. المملكة استطاعت من خلال دورها وقيادتها ومبادرتها تخفيف تلك الأضرار، معالجة ما حصل. اليوم العالم العربي يكاد يعني يسترد أنفاسه. أيضا يجب أن لا يكون العالم الإسلامي على هامش ما يحصل في المنطقة والعالم. العالم اليوم أمام تحول تاريخي، العلاقات الدولية أيضا تأخذ منحى كبير، تحولات ضخمة، يجب أن لا يكون العالم الإسلامي بعيدا عنها. ومن هذا المنطلق المملكة العربية السعودية تريد أن يكون العالم الإسلامي شريك لا متلقي، ولا يكون فقط محط ردود الأفعال. نعم دكتور فايز، القمة الخليجية الطارئة تعقد أيضا كما ذكرت، والخليج في على وشك مواجهة ربما أمريكية إيرانية، لكن المملكة العربية السعودية يعني قالتها مرارا وتكرارا أنها لا تريد حرب في المنطقة. دول الخليج لديها مكتسبات تنموية وليس لديها الاستعداد أن تضحي بهذه المكتسبات، لكن لديها حلول أخرى لمواجهة النظام الإيراني، ولديها استعداد أيضا لمواجهة الغطرسة الأمريكية في الإيرانية في حال مست إيران أمننا الاستراتيجي، فنحن جاهزون لمواجهة أي غطرسة إيرانية. خشيتنا من الحرب لا يعني عدم استعدادنا لها، ولا يعني بأننا يعني بردنا عن هذه المسألة، لا، نحن بفضل الله جل وعلا لما جربتنا الغطرسة الإيرانية في اليمن وقفنا لها وتصدينا لها بفضل الله جل وعلا، وانهينا مشروعها في اليمن. ولذلك لكن في الناحية أخرى بلا شك نحن لا نسعى للحرب، لأن هذه دمار للشعوب وتدمير يعني الأمور التي سعينا لها منذ سنوات في خدمة البشرية وخدمة السلم والأمن الدوليين من ناحية، وأيضا خدمة شعوبنا في المنطقة. كما أننا أيضا لا نريد حتى يعني التدمير للبلد الآخر، البلد المعادي، يعني الشعب الإيراني شعب مختطف من نظام الملالي في الواقع، ونحن نعتقد بأن هذا الشعب يعاني الأمرين من هذا النظام الذي يعني ساق كثير من الإجراءات والأفعال في دعم الإرهاب والتطرف. الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، طبعا لا يمكن تحديد نوع الإرهاب على أيديولوجيا معينة قامت فيها الدولة الإيرانية على اعتبار مثلا أنها على سبيل الاستشهاد دعمت على سبيل المثال تنظيم القاعدة، وهو يختلف معهم مثلا في شواهد كثيرة منها
معتقد مذهبي، لكن كان في شمال طهران منذ 2002 وحتى العام 2014 كان هناك مجمع سكني يسكن فيه جماعة تنظيم القاعدة، حتى قامت إيران بتمريرهم منذ العام 2013 وتفريغهم من ذلك المجمع وحقنهم في العراق وسوريا للارتماء بأحضان جبهة النصرة وتنظيم ما يسمى بداعش. فنحن نتحدث عن بلد يدعم الإرهاب ويدعم التطرف ويتدخل في الشؤون الداخلية ويمس أمن الوطني، والكلمات التي يعني أو الجمل التي تعبر عن تجاوز هذا النظام للقانون الدولي وحسن الجوار والعراف الدولية ذات الصلة في حفظ السلام في المنطقة والأمن في المنطقة لا تكاد تنتهي في الواقع. يعني نبدأ ممكن من إجراءات بسيطة وصولا إلى حرق قنصلياتنا واحتلال جزرنا وتدخل في شؤوننا وتكوين خلايا تجسسية في الكويت وخلايا إرهابية ودعم التطرف والإرهاب في منطقتنا ومحاولة غسل أدمغة الشباب في منطقة الخليج خصوصا في الشرقية السعودية وغير ذلك. فنحن نتكلم على بلد واسع التدخلات في شؤوننا الداخلية، لكن هل القمم الثلاث هذه على وجه التحديد خصوصا القمة الخليجية يجب أن يعني يبين مدى الالتفاف الخليجي خلف المملكة العربية السعودية حتى تستطيع أن تواجه هذه الغطرسة بقوة. طبعا بفضل الله جل وعلا المملكة يعني قادرة لوحدها أن تقود المسألة، لكن بلا شك أشقائها يجب أن يكونوا معها في هذه، فإن لم يكونوا معها الآن متى سيكونوا معها؟ نعم. طيب أستاذ محمد، عطفا على ما تحدث به الدكتور فايز، سياسة النفس الطويل لها نهاية، لا يمكن أن تستمر دائما. المملكة العربية السعودية الآن تضع النقاط على الحروف وتسمي الأشياء بأسمائها أمام النظام الإيراني. لعل من المصادفات أن مكة المكرمة التي يعقد فيها اليوم القمة الإسلامية والقمم العربية والخليجية هي أقدس أقداس المسلمين، وهي التي عانت أو تلقت طعنات من النظام الإيراني الإرهابي منذ الثمانينات، عندما أرسلت حرس ثوري يحمل المتفجرات السيفور لمحاولة تفجير في مناسك الحج، وأيضا حاول التفجير نفق المعيصم والمظاهرات الصاخبة والتجمهرات التي كان يقودها الإيرانيون في شوارع مكة حاملين معهم السيوف والسكاكين وذين قدسية المشاعر وقدسية الحج، وأطلقت أيضا عبر ميليشياتها الحوثية صواريخ باتجاه مكة المكرمة، ما لم تفعله أي دولة في العالم، حتى الدول التي تعادي المملكة أو التي على مر التاريخ لم تشهد مكة المكرمة مثل هذه الأفعال الشنيعة. ولذلك اليوم على العالم العربي والخليجي والإسلامي أن يتصدى لهذا النظام الإرهابي، نظام رأس الشر في العالم وليس في المنطقة فحسب. أيضا على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة، ولكن المجتمع الدولي ينتظر من العالم الإسلامي أن يأخذ موقفا صارما تجاه هذا النظام الذي عبث في المنطقة والذي استطاع أن يحول عدة دول عربية إلى دول فاشلة من خلال أعماله الإرهابية وسيطرته على 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 الميليشيات، ومن خلال مقاولين الباطن سواء حزب الله في لبنان أو الميليشيات الحوثية. هناك الحقيقة عبث شديد يقوم بهذا النظام الماضوي المتأخر الذي يعتقد أنه بهذه الأفعال يستطيع أن يعيد الإمبراطورية الفارسية لما كانت فيه عليه قبل 1400 سنة. لا شك أننا أمام منعطف تاريخي وأمام تحولات كبيرة. المملكة اليوم تقود هذا التحول، تقف بالعالم الإسلامي معه وأمامه للتصدي لهذا الخطر. والحقيقة منتظر من كما تفضل الدكتور، منتظر من أشقائنا في الخليج ومن أشقائنا العرب ومن أشقائنا المسلمين أن يقفوا صفا واحدا. ماذا ينتظرون بعد أن قصفت مكة أو حاولوا قصفها لولا لطف الله ولولا أن المملكة لديها من الاستعداد ولديها من القدرات التي تصدت لمثل هذه الصواريخ العابرة التي وصلت إلى حدود مكة، إلى 50 كيلو من مكة؟ فماذا ينتظر العالم الإسلامي؟ نحن الحقيقة ننتظر موقفا صارما أمام هذا الغطرسة الإيرانية التي تنتهجها حكومة الملالي في طهران. نعم. في دول الخليج دكتور هناك دول تخاذلت الحقيقة ولم تتخذ مواقف، بل أن وصل فيها الأمر إلى التواطؤ مع النظام الإيراني في ظل هذه المصطلحات وهذه المعطيات الموجودة، لا ينكر أحد موجودة وشواهد، نتحدث عن قطر تحديدا. كيف يمكن للقمة أيضا أن تذهب بعيدا في طموحات أبناء دول مجلس التعاون؟ قطر في حقيقة أمر مزعج في الواقع، يعني يجب أن نفهم ونعي بأن أسباب المقاطعة التي دعت الدول الأربع لمقاطعة الدولة القطرية ليس
لأسباب غير منهجية أو انتقامية أو غير ذلك، هناك أفعال وسلوكيات لبعض الأعمال التي قامت فيها دولة قطر وليست جديدة في الواقع. منها يعني لو استعرضنا مثلا الشروط 13 على سبيل المثال، ترى منها أعتقد شرطين أو ثلاث شروط على التعاون الإيراني القطري ودعم الحرس الثوري ودعم الميليشيات الإرهابية في العراق، 500 مليون دولار الذي اعترف بها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وغير ذلك من قضايا. فنحن نتحدث عن دولة لها علاقات مع محور الشر، أنا أسميه اللي هي المحور التركي الإيراني، محور الشر، لأن ماذا في الواقع استفدنا من هذا المحور التركي الإيراني غير التدمير في سوريا وغير التدمير في العراق وغير التدخلات في مصر وفي ليبيا وفي غيرها من قضايا، وبدعم في الواقع من يعني الأدوات والوسائل الإعلامية القطرية والأموال أيضا القطرية. هذا لكن يجب أن يستدعي ذلك إلى عمل نفضة داخل دول مجلس التعاون لمحاولة إرجاع دولة قطر لعمقها الاستراتيجي الخليجي وعمقها العربي، وأن لا فكاك في الواقع من مماحكات سياسية في مواجهة هذه القطرسة الإيرانية أو التدخلات التركية في الواقع في شؤوننا الداخلية العربية، الذي أشار لها أمين عام جامعة الدول العربية بالمناسبة. التدخلات ليست فقط إيرانية فقط، أيضا التدخلات التركية وهناك شواهد على ذلك، وأنا يمكن في سياق الحلقة قد نتحدث عن ذلك. لكن على دولة قطر أن تستوعب بأن هذا هو العمق الأصيل، وأن الشعب القطري هو جزء لا يتجزأ منا، وأن مصلحتنا أيضا في، لكن مع السلوك الغير منضبط في مواجهة أمننا الاستراتيجي كدول عربية وكدول خليجية، ولا أستثني من ذلك أي دولة خليجية، يعني لا عمان ولا السعودية ولا الكويت ولا البحرين ولا ما في دولة خليجية إلا وانضرت من هذه المسألة، خصوصا الكويت، تكلم عن الكويت على وجه التحديد، من دعم لمظاهرات وتوجيه ضد النظام وغير ذلك من قضايا، والأمر ينسحب أيضا على ما تم فعله في ظفار في عمان، وطبعا التدخلات في البحرين يعني تكاد لا تعد ولا تحصى، في حين لا يوجد أحد تدخل في الشؤون الداخلية القطرية، يعني لا يوجد، لم نسمع أحد بأن هناك تدخل دولة خليجية في شؤون قطر إلا في العام 95 لما وقفت دول مجلس التعاون مع الشرعية القطرية في ذلك، لما انقلب شيخ حمد بن خليفة على والده، كان دول مجلس التعاون عندها وجهة نظر أنها تدعم الشرعية المتمثلة في والده، بعد لما استتب الأمر عندهم خلاص الموضوع انتهى، يعني لا يوجد أحد يتدخل في الشؤون الداخلية القطرية. ولذلك يجب أن يعني الآن بعد رفع مستوى التمثيل القطري لمستوى رئيس وزراء، أنا أعتقد ربما هناك مؤشر جيد للقطريين لعلهم يستدركون ذلك رغم شكوكي في هذه المسألة. طيب أستاذ محمد، لا مكان الآن لمناطق ضبابية أو اللون الرمادي، لا يمكن لأحد أن يقف في هذه المنطقة، لا وجود لها في ظل هذه الأحداث التي تتسارع في المنطقة والتي تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي. الآن الأمور لابد أن يكون الجميع واضحين، المملكة العربية السعودية أخذت المبادرة، دعت إلى هذه القمم في أقدس بقاع الله بجوار الحرم المكي في هذه الأيام الفضيلة، يعني لديها مشروع وحدوي تنموي لدول مجلس التعاون، أمن استراتيجي لهذه الدول. من سيقف في المنطقة الرمادية لا وجود له؟ الوقت لا يسمح بالوقوف، والتاريخ لن يصفح لمن يقف ضد أشقائه وضد مستقبل أبنائه وضد عمقه الاستراتيجي. المنطقة أمام منعطف هائل وكبير جدا، ولا يمكن استيعابه إلا إذا وقفت هذه الدول صفا واحدا، وأي دولة تعتقد أنها تتداكى أو تقوم بتحركات سياسية تستطيع أن تنقذها، لا يمكن أن ينقذها شيء إلا إذا اصطفت مع أشقائها وأقربائها في دول الخليج. وهذا أيضا ينساق على الدول العربية والإسلامية، هناك تحولات كبيرة يعني المنطقة تشهدها، ويبدو أن العالم الغربي بالتأكيد لديه مخطط للمئة سنة القادمة، ويجب أن لا نكون على هامش هذا المخطط، يجب أن نكون شركاء فيه، يجب أن لا نكون ضحايا لسايس بيكو جديد، يجب أن نكون شركاء ونساهم بما يضمن مستقبلنا ويضمن صوتنا. ومن هنا تأتي
الاستشعار للقمة الذي قام به خادم الحرمين الشريفين، هو من هذا المنطلق التأكيد على أننا يجب أن يكون لنا صوت في هذه التحولات وأن نكون قادرين على إبلاغها للعالم الغربي بالتأكيد الذي هو موجود اليوم على الأرض وليس بعيدا عن المنطقة. ناقلات الطائرات الأمريكية، الجنود الأمريكان الغربيين موجودين في المنطقة، الروس موجودين في المنطقة، ماذا يريد العالم العربي، ماذا يريد الإنسان الخليجي غير أن تتحد أمته في مواجهة كل هذه النتائج المتوقعة خلال السنوات القادمة؟ نعم دكتور، هناك يعني من ينتظر فرص للإضرار في دول الخليج، خاصة أنها الدول الوحيدة في المنطقة التي لديها نمو اقتصادي، لديها استقرار، لديها يعني اجتماعية مستقرة، لديها تركيبة ديموغرافية متناسقة. كيف يمكن أن نفوت مثل هذه الظروف الحاصلة الآن؟ أكيد أن هناك من استفاد، تحدث عن تركيا وإيران استفادت من السياسة القطرية المنشقة عند دول مجلس التعاون. كيف يمكن لدول المجلس أن تفوت هذه الفرصة على من يتربصون بدول الخليج؟ بالتحديد جميع السياسات التي تضر في أمن واستقرار هذه الدول، سواء كانت من قطر أو كانت من أي دولة ثانية. نعم. يعني نحن نتحدث عن العمومية ولا نستقصد في ذلك دولة. نعم. من يقف في هذا السياق سنحاربه كان من كان، هذه مصالحنا ومصالح شعوبنا ولا يوجد فيها مجاملة، ولا يجب أن يفهم بأنك حين تستعديني سأقدم لك غصن الزيتون، لا، سأواجهك وسأرد عليك وسأقف بفضل الله جل وعلا. لدينا إمكانيات ضخمة في دول مجلس التعاون، إمكانيات عسكرية وإمكانيات اقتصادية وإمكانيات دبلوماسية وإمكانيات تجارية وغير ذلك. نحن نتحدث عن دولة من توب 20 في العالم، جي 20، المملكة العربية السعودية، وأيضا في الدول الأخرى من دول مجلس التعاون لا تقل عن يعني دعم المملكة العربية السعودية في يعني تضادها مع محور الشر التركي الإيراني. لكن أنا أعتقد من جانب آخر أيضا يجب أن نلعب دبلوماسية مع هذه الدول. إحنا لا بلا شك لا نريد الشر ولا نريد، لكن يجب أن نلعب دبلوماسية حتى نضيع عليهم الفرصة أمام المجتمع الدولي، لأنهم والله ما جلسوا معانا، ما تحاوروا معانا، دخلنا كذا. إحنا يجب أن نضيع نفوت الفرصة عليهم من هذه النواحي حتى نقول للعالم حينما تقع الواقع إحنا استنفذنا جميع الشروط وجميع الدبلوماسية، طرق الدبلوماسية، جميع everything's in the book مثل ما يقولون. لكن يجب أن يفهم لماذا، أنا يعني إذا تسمح لي أوجه سؤال، لماذا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صلى الله عليه وسلم دعا إلى قمتين طارئتين بجانب القمة الإسلامية؟ هذه القمة الإسلامية يعني هذه اعتيادية، لكن أنا أعتقد ليس فقط الموضوع الإيراني أو هذا يمس الشأن الخليجي، وإن كان له استدعاءات عربية بلا شك، لكن في بعض الأوضاع في بعض الأقطار في الدول العربية مثل ما يحدث في السودان وفي ليبيا وفي الجزائر استدعى الملك سلمان. نعم، وسنأتي هذا على ملف القمة العربية الطارئة أيضا. وهذا يعني إذا سمحت بالمقاطعة دكتور، في كل عام للأسف تتفاقم مشاكل الدول العربية ولا بد من وقفها. يعني الدول التي مستتبة أمنيا كدول الخليج الآن تقود المبادرة المملكة العربية السعودية لعقد هذه القمة لتدارك الوضع في هذه الدول. يعني الموضوع لم يقف عند حد ما يسمى بالربيع العربي، لكن ربما يعني وصل إلى دول أخرى لم يكن أحد يتوقع أن يصل لها هذا الموضوع. شوف، أنا أعتقد عندي قياس في هذا، استراتيجي في هذه المسألة. في جناحين للأمة العربية هم الذي يطير بهم هذا الكيان، المملكة العربية السعودية من جهة وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى. نحن نتحدث عن أكبر دولتين مؤثرتين في منطقة الشرق الأوسط بالمناسبة، ليس فقط في الدول العربية. ولذلك يمكن فترة انغماس الدولة المصرية داخل نفسها وانشغالها في مشاكلها الداخلية تركت فرصة لتدخلات مالية مثلا من قطر، ولا تدخل إخواني من دعم الأتراك أو من دعم للإيرانيين. بالمناسبة يعني جماعة إخوان المسلمين مثلا مدعومة من جانبين، من ليس فقط من قطر، إنما من الأتراك وإلى محور الشر، الأتراك والإيرانيين، وهذا أمر مفهوم ومعروف، يعني لا أعتقد أن في أحد يجهله. وحتى الدعوات اللي كنا في السابق ندعو لها أن والله استيعاب هذه الجماعة وغيرها تبين خطأها. هؤلاء عندهم أيديولوجيا معينة في تدمير المنطقة لتنفيذ مشروع معين، ليس مشروع إسلامي وليس مشروع عربي.
مشروع لدول محورية في المنطقة، سواء كانت تركيا ولا كانت الدول الإيرانية، هؤلاء أدوات لهم، وذلك حسمنا الأمر في وضعهم على قوائم الإرهاب منذ عام 2014، وهذا أزعج بالمناسبة الأتراك وأزعج الإيرانيين، وسيزعج كثير من الدول التي لا تريد أمننا الاستراتيجي في الواقع، ليس فقط لا يتوقف المسألة عند إيران وتركيا، هناك بعض الدول التي قد ترفض وقد تتدخل، على سبيل المثال تريد أن تضخم تدخل مع بعض القضايا التي لا تمت للواقع بصلة، مثل أن يستغلوا بعض قضايا حقوقية من هنا ولا من هناك، وهي لا تمت الواقع من صلة في الواقع، تسييس لمسائل نعم. معينة نعم. طيب أستاذ محمد، أيضا يعني نتحدث الآن عن السودان، عن ليبيا، عن الجزائر، نتحدث أيضا عن أوضاع يعني في دول عدة ليس بالضرورة أن تكون سياسية أو حتى أمنية، لكن أيضا مشاكل اقتصادية. طبعا نعيد القول بأن العشر سنوات الماضية كانت عشر سنوات رجاء حقيقة على العالم العربي جميعا، وكون أن بعض الدول العربية استطاعت أن تستعيد عافيتها، أنا أعتقد أن هذه من المعجزات. لا تتحول مصر إلى دولة فاشلة وتدخل في حرب أهلية وتتفكك، هذه واحدة من معجزات هذا القرن. دولة بحجم مصر استطاعت أن تعيد بناء نفسها في خلال سنوات قليلة، والحقيقة أنه أمر مهم ويجب أن يدرس، لأن هذا الشعب العظيم الذي استطاع أن يتماسك ولا ينجرف وراء ما يسمى بالثورات وغيرها، السودان أيضا استطاع أن يتماسك وأن يعود إلى 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 محيطه العربي. في يوم من الأيام كاد السودان أن يذهب إلى الفضاء الإيراني، وكانت هناك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر سمح لإيران، وأيضا سمح للأتراك. الحقيقة هذا الاختراق التركي الإيراني للعالم العربي لم يكن اختراقا لوحده، وإنما عبر جسر الأموال القطري. للأسف أن القطريين مدوا هذا المحور بأموال هائلة لتنفيذ أجنداتهم على الأرض. اليوم هناك تعافي في اليمن، هناك تعافي في السودان، مصر خرجت الحمد لله من ما ألم بها، هناك إن شاء الله في تعافي في ليبيا، الجزائر إن شاء الله في طور التعافي، موريتانيا استطاعت التماسك أمام كل الهجمات التي حاولت زعزعة أمنها واستقرارها، المغرب بالتأكيد، سوريا طبعا حالة خاصة، ولكن أيضا هي فلتت من تحت أيديهم وأصبحت للأسف تحت أيدي قوة دولية، أمريكا وروسيا ساحة يعني تصفية حسابات دولية حسابات. لكن في الحقيقة أنا متفائل، وأعتقد أن مثل هذه القمم ومثل هذا الدعوة التي دعاها خادم الحرمين الشريفين ستستطيع أن تستكمل طريق البناء، تستطيع تستكمل طريق التشافي والتعافي مما ألم بالعالم العربي الفترة الماضية. نعم، إذن دكتور نستطيع أن نطلق على هذه المرحلة أن هناك مخاضا عسيرا تعيشه الأمتين يعني في الخليج وحتى في الدول العربية، لكن هل أنت متفائل؟ بلا شك أنا متفائل. أعطني أسباب تفاؤلك. ممتاز. أنا أعتقد أن هناك أسباب كثيرة تدعوني للتفاؤل. أولا هناك وجود قيادات خلاقة تستطيع أن تواجه هذا المشروع التدميري، وحتى هذه القيادات إذا سمحت لي يعني مثلا سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية، لماذا هوجم من قبل تركيا وإيران والإعلام الإخواني وإعلام وكثير من الدول التي لا تريد لدولنا إلا أن تكون تابعة إما لأجنداتها تلك الدول أو لمشاريع أخرى؟ ليس الأمير محمد بن سلمان أتى بمشروع وأتى بوجهة، من ضمن هذه الوجهة أن يكون هناك شرق أوسط جديد، تكون أوروبا جديدة، أي أوروبا الغربية الجديدة تكون في منطقة الشرق الأوسط الجديد. هذه الرؤية وهذه القيادات الخلاقة أنا يعني أستطيع أن أتبنى من خلالها أفكار تقدمية تمكنني من مواجهة أي غطرسة، سواء كانت الأتراك أو الإيرانيين أو غير ذلك منها. فهذا إلى جانب مسائل أخرى، أنا أعتقد هناك تحطيم في النظام الإيراني في الداخل الإيراني. احنا شاهدنا مثلا في ديسمبر 2017 على سبيل المثال أول مرة يخرج الشباب الإيراني ويقوم برفع صور لعلي خامنئي اللي هو مرشد الثورة ويشتمونه ويذمونه ويحرقون صوره في الشوارع، هذه لم تحدث منذ العام 79، يعني المرشد عنده مقدس، لكن تبين هناك انفكاك داخل الشباب الإيراني داخل العمق الإيراني الذي احنا ما له علاقة فيه، لكن لما يشوف الشباب ان امواله جميعها تذهب الى دعم التطرف والارهاب وهناك
ما يقارب من 20 إلى 50 مليار دولار سنويا تصرف إلى حزب الله، وهذا باعتراف حسن نصر الله حينما قال بأننا مثلا صواريخ الحزب وأكله وشربه ومصاريفه كله من الجمهورية العرب الجمهورية الإسلامية في إيران على سبيل المثال، في حين أن الشباب الإيراني يعاني لأمرين، تحدث عن بطالة وصلت إلى 40%، مستوى خط الفقر وصل إلى 50%، التضخم وصل إلى أرقام فلكية، دولة منهارة من الداخل. فإلى جانب قوتنا بفضل الله جل وعلا، وحدتنا في دول مجلس التعاون، ووحدة شعوبنا خلف قياداتنا بفضل الله جل وعلا، وامتلاكنا لقيادات خلاقنا، إلى جانب دول منهارة في الداخل، سواء كانت بالمناسبة ليست في إيران فقط، أيضا في تركيا هناك يعني انخفاض لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي بزعامة رجب طيب أردوغان، وقد تبين ذلك من خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. ثم نعتقد، وطبعا بلا شك الاقتصاد الهش وغير ذلك من قضايا، فنحن نتحدث نحن الأقوى وهم الأضعف، ولذلك هم ينازعون في اللحظات الأخيرة، وفضل الله جل وعلا نحن جاهزون أن بغوا للسلام مرحبا ومسهلا، وإن قرع الطبور الحرف فنحن لها، يعني نحن أحفاد سعد بن أبي وقاص من النهاية. نعم، ونحن لها إن شاء الله. طيب، أنا في ختام هذه الجزء الأول من هذه التغطية أشكر الأستاذ محمد السعد الكاتب الصحفي الذي لديه ارتباط، ستظل معنا دكتور. ونذهب مشاهدينا الكرام إلى تقرير نشاهد وإياكم هذا التقرير عن القمم الثلاث، ثم نعود إليكم إن شاء الله. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في استوديو مكة، والذي نواصل الحديث فيه عن القمم الثلاث، القمتان الخليجية والعربية الطارئة التي ستفتتح أعمالهما إن شاء الله هذه الليلة في مكة المكرمة، والقمة الإسلامية 14 التي ستبدأ عملها إن شاء الله يوم غد في الجمعة في مكة المكرمة. ينضم إلينا الأستاذ يحيى الأمير الكاتب الصحفي المعروف. أهلا بك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا، وجد الترحيب بي الدكتور فايز النشوان، حياك الله دكتور. رسائل كثيرة جدا من خلال هذه القمم، لكن تحديدا أستاذ يحيى من القمتين الخليجية والعربية الطارئة، هناك رسائل سياسية، رسائل عسكرية، رسائل استراتيجية ربما طويلة المدى توجهها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية لمحاور معينة ودول معينة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضا. شوف، أنا اللي أتصوره أنه اليوم المنطقة والعالم يتجاوز موضوع الرسائل فيما يتعلق بالملف الإيراني إلى موضوع الإجراءات. الرسائل ظلت هي يمكن المنتج الوحيد المكرر طوال السنوات الماضية، وكل المنطقة في السنوات الماضية كان لديها خطرين داخليين محدقين، تحديدا يعني خلنا بنحكي على منطقة الشرق الأوسط، وحتى قبل هذا لابد من تقعيد التالي. منطقة الشرق الأوسط رهان الاستقرار الوحيد فيها هو الدولة الوطنية الحديثة. هذه الدولة الوطنية في المنطقة كانت تواجه خطرين، الخطر الأول كمشروع الإسلام السياسي، مشروع الخلافة، الخطر الثاني مشروع دولة الخلافة أو دولة الطائفة. هذول العنصرين كانوا مهددين حقيقيين للدولة الوطنية بمعناها الفعلي، بمعناها اللي تبلور بعد سايكس بيكو وشهدته المنطقة، وظهرت فيه الدولة القطرية بمعناها الحديث، الدولة اللي عندها حدود وعملة ومصلحة ودول مؤسسات. نعم، كانت يعني الخطورة الأولى من خطورة فكرة الإسلام السياسي ودولة الخلافة، وهذه يعني تخلصت منها المنطقة بعد انتهاء مشروع 2011، والمشروع اللي ممكن القول أنه بدت يعني نذر التراجع فيه في أواخر 2013، وتراجع وسقطت هذه الفكرة. وأتصور أنه يعني اليوم لا يمكن أنها تبعث من جديد، يعني موضوع الإسلام السياسي ورهان عدوة الخلافة لا يمكن أنه يبعث من جديد. الحين هذا خطر إقليمي 100% مع امتدادات دولية. الخطر الثاني الإقليمي اللي مع حضور دولي أيضا، أنه مثل هذا النموذج اللي كانت تشتغل عليه جماعات وموجود في المنطقة لكنه بشكل أخطر لأنها تشتغل عليه دولة. الحين 40 سنة
جرب العالم النظام الإيراني، هو النظام الثيوقراطي الوحيد اليوم الموجود على وجه الأرض. الثيوقراطي بمعنى النظام الديني. طبعا البعض يجي يقول لك لا طيب يا أخي كيف نظام الدين، طيب والمملكة والإمارات أليست هذه دول دينية؟ لا، هذه ليست دول دينية، هذه دول إسلامية. الدولة الدينية بالمعنى الثيوقراطيس يعني أن يكون الحاكم رجل دين. هذه خطر ومؤشر على أنه هذا الكيان أصلا ليس كيانا وطنيا إيرانيا. الدستور الإيراني ينص فيما ينص على أنه من المهام الأساسية لهذه الدولة نشر المذهب الشيعي والتحول إلى مرجعية للشيعة في كل العالم. ويعني بعدين يجيك الكلام إقامة الأرض ما أدري وش وكذا، إقامة العدل في الأرض حتى ظهور المهدي والسرداب. بس أنت لاحظ أنه كلها معطيات لا علاقة لها بالدولة الوطنية، يعني ما دخل الشيعي الباكستاني بالشيعي الإيراني إلا على مستوى إلا خلنا نقول على مستوى العلاقة الوجدانية، لكن ما دخل جهاز إيراني مثلا بتعامله مع الشيعي اليمني ولا الشيعي الباكستاني. هذا خروج ضار وكارثي على مفهوم الدولة الوطنية. اليوم هذا خطر حقيقي. طبعا كل يعني كل القيم اللي تحرك يعني هذا الكيان هي اللي تبرر مشاريعه، لا على المستوى النووي ولا على المستوى التوسعي. ترى حتى بالجملة اللي أحيانا يقولها الساسة إنه الضغط على النظام الإيراني للتغيير سلوكي، هذه جملة دبلوماسية، ولا في النهاية لا يمكن للنظام الإيراني تغيير سلوكه إلا بشرط أن يسقط. إذا تغير سلوكه يعني تغير معتقده، بالتالي لم يعد هو هذا النظام. نعم. طيب هذا الكلام اللي تحدثت عنه كله سليم جدا، لا اختلاف عليه، لكن الآن نحن على شواهد في المنطقة. أوكي، الولايات المتحدة تقول النظام الإيراني غير سلوكه، دول المنطقة تقول النظام الإيراني غير سلوكه، من عام 79 إلى اليوم لم يتغير هذا السلوك بل يزداد سوءا. ما يمكن. ما هو الحل لمواجهته؟ شوف، هل المواجهة العسكرية هي الحل الوحيد الآن؟ لا، المواجهة أنا أتصور ما يتقو يعني اللي تقوم في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي خنق القط حتى يموت بغير يديك. يعني في رهانين، رهان الانفجار الداخلي وهذا ممكن، برهان طبعا، ومع زيادة الضغط قد يقوم النظام الإيراني بأي عمل استفزازي في المنطقة، إما شيء موجه للولايات المتحدة مباشرة أو موجه لحلفائها مثلا. وهذا أنا في تصوري أنه من مبررات الحشود العسكرية اليوم في المنطقة هي توقع أنه يعني قد يقوم النظام بأي بأي عمل استفزازي. لاحظ أنه اليوم حتى بعض القوى المناهضة للرئيس ترامب وبعض القوى الإيرانية كلها تدفع باتجاه أن يتحرك الرئيس الدخول في حرب، ويعني ربما أنه هذه حتى ستضعضع موقفه داخليا، خاصة أنه يعني غير محسوم إلى الآن موضوع الولاية الثانية، وباقي يعني في نوفمبر بالسنة القادمة ستبدأ الانتخابات والتحضيرات الانتخابات. باليوم إذا سمحت لي في عجالة، وين عناصر القوة المحورية في قمم مكة؟ طيب، واحد، الخروج من لحظة الرسالة إلى لحظة بناء موقف وإجماع فعلي وحقيقي تجاه يعني تجاه اليقين بأنه وجود هذا النظام بسلوكه الحالي هو خطر حقيقي على المنطقة وعلى استقرارها وعلى الحرمين الشريفين. ثانيا، محاولة طمس أو يعني خلنا نقول محاولة الرد الفعلي على كل خطابات التشويش اللي غالبا إذا جت الولايات المتحدة دخلت شيء في المنطقة قالوا هذه من أجل يعني بيع السلاح وفتح أسواق سلاح وهذا عدوان على المنطقة. اليوم العدوان الحقيقي على المنطقة لا هو بواشنطن ولا حتى تل أبيب، اليوم العدوان الحقيقي على المنطقة من طهران. لم يشهد العالم الإسلامي محاولة لاستهداف مقدساته العظيمة في مكة المكرمة وفي المدينة إلا من خلال النظام الإيراني. 40 سنة جرب العالم هذا النظام وهذا هو المنتج. وأنا يعني كنت أتحدث مع واحد من الزملاء العراقيين فيقول لي إحنا قرابة 13 سنة جرب العراقيون النظام الإيراني، والله لم يجدوا له مدرسة ولا مصنع ولا
ملعب ولا وفي شهور يسيرة بعد مد جسور العمل الاقتصادي بين الرياض وبغداد. نعم نعم نعم. طيب عطفا على ما تحدث به الأستاذ يحيى، الآن أصبح الموقف بدون رسائل، أصبح الآن الموقف واقعي، لكن سأخرج من البيت الخليجي معك لأن تكلمنا في هذا الموضوع في الجزء الأول، سأتحدث عن البيت العربي في ظل هذه القضايا. يعني حال الجامعة العربية لا يسر طبعا، كم يعني مظلة للدول العربية وقدمت كثير من المشاريع. هذه القمة العربية الآن من الموقف الإيراني، الآن الدائرة تتسع، تحدثنا عن دول الخليج عليها يعني واجبات على هذه الدول مجتمعة، وتحدثنا في الجزء الأول أنه لا مكان أو لا وجود لكل أو لا مكان لكل من يقف في المنطقة الرمادية وحتى المنطقة يعني الحياد لا يوجد في كثير من القضايا الوطنية. الدول العربية الآن ماذا يمكن أن تعمل في هذه القمة؟ يعني إذا سمحت لي بلا شك أني أحب أثني على الكلام الفكري اللي قاله أستاذ يحيى، بس عندي شوية تدخلات. أنا أعتقد نحن لسنا جزء ولم نكن جزءا يوم من الأيام مما يسمى باتفاقية ساكس بيكو كدول مجلس التعاون. ساكس بيكو ليس لها علاقة في دول مجلس التعاون، بدليل أن هذه الدول موجودة قبل اتفاقية ساكس بيكو. هذا واحد. اثنين، إيران وإن عرفت نفسها بأنها دولة ثيوقراطية ودولة تنشر المذهب الشيعي وكذا، الواقع أنها دولة براغماتية، بدليل لما صارت الحرب ما بين أذربيجان وأرمينيا إيران وقفت مع الدولة المسيحية ضد الدولة الشيعية اللي هي الأذربيجان. هذا يدل لأن هناك خلاف. بالمناسبة ترى حتى علي خامنئي أصول أذرية، أذرية يعني، فبالتالي هي دولة براغماتية. نحن كيف نتعامل مع هذه الدولة في ظل وجود هذا النظام؟ أنا أعتقد عندنا إحنا شيء في العلوم السياسية اسم العلاقات المضطربة. هذه العلاقات المضطربة هذا عدو قدامك الحين، لا تستطيع أن تغير من سلوكه، لكن حتى العدو ممكن أن تتعامل معه بطريقة الحذر والتعامل، ممكن مد حتى أذرع أيادي اقتصادية وتجارية والفتح معه صحيح، لكن يجب أن تعرف بأن هذا المقابل هو عدو بأي يوم ممكن ينقلب عليك، فيجب أن تستدرك دائما. لا تفرض الثقة يعني. إيه ما في شيء اسمه لا ثقة مثل النظام الإيراني. نحن لم نثق في مع الأسف في دول في المنطقة خذلوا ثقتنا فيهم وقدمنا لهم يعني الدعم الذي لم يكن يستحقونه في الواقع، وقد خذلونا في مواقف كثيرة خصوصا في غزو الكويت على سبيل المثال. يعني العراق غزا الكويت في العام 90، دول في المنطقة خذلتنا يعني حينما توقفت دول مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية. لولا الله جل وعلا وهذا الوقوف لما يعني تحرت الكويت بفضل الله جل وعلا. فنحن نتحدث عن يعني علاقات مضطربة ممكن أن نبنيها مع النظام الإيراني فيما لو عدل من سلوكه، وهذا ممكن تعديل السلوك أستاذ يحيى بشرط أن هذا تعديل السلوك يأتي بضغط. إيران دائما تذهب يعني بحكم قراءتي لتاريخ الدولة الإيرانية منذ العام 79 حتى الآن، منذ فبراير 79 بالتحديد حتى الآن، دائما تذهب إلى سياسة نهاية الهاوية. ليه نهاية الهاوية؟ يعني دائما يقولك إن إيران الأمريكان ما يحاربون الإيرانيين، كل مرة صحيح هذا الكلام، لكن لأن الإيران الأمريكان البغية عندهم مو حرب، تحقيق مصلحة، فهم يذهبون في النهاية مع الإيرانيين ويشع يعني يهددون في الحرب حتى تستجيب إيران في النهاية. فإذا استجابت لهم إيران ما عندهم مشكلة. يعني هذا مو نفس فقط يعني لما يعني هم يعني حتى رئيس دونالد ترامب البارح مثلا عنده تصريحات أول البارح يقول بإحنا لا نسعى لتغيير النظام في إيران ولا نريد وممكن التعاون مع نفس النظام الإيراني، فهم لأنهم دولة مصلحية. نحن لدينا مشكلة مع هذا النظام في الواقع، وبالتالي لا يجب أن تكون زمام الإمارة زمام المبادرة فقط في دول مثل الولايات المتحدة وغيرها. أيضا نحن لذلك نحن نشارك في هذه المسألة، ولذلك هذه الدعوة العربية، وأريد أن أشير لأن أربط على سؤالك، هذه الدعوة العربية اللي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عسى الله يحفظه، أنا أعتقد لأسباب كثيرة منها حتى يقف العرب عند مسؤولياتهم. يعني ترى إحنا إذا تأثرنا في الحرب ودخلنا في الحرب ما عندنا مشكلة، راح ندخل حرب مع إيران وقادرين إن شاء الله جل وعلا أن نواجه هذه الغطرسة، لكن هذا راح يكون على حسابكم أيضا. في عندنا ملايين مشاريع بالمليارات قاعد نساعد فيها الدول العربية لتنمية هذه الشعوب،
هذه راح تتوقف، لان احنا راح ننشغل في الحرب. نعم. وراح ننشغل في شؤوننا الداخليه. وامننا اولى بهذه الميزانيات. نعم. من المشاريع. فبالتالي يجب ان تعلموا بان هذا جزء من المساله طبعا. نعم. لا اعتقد انه يقال، لكن هذه من ما بين السطور يجب ان تفهم. امر اخر، المصد الاول لهذه الدول هي المملكه العربيه السعوديه ودول مجلس التعاون في مواجهه هذه القطرسه في الشرق، اللي هي في شرق الخليج. الامر الثالث، الامن العربي سواء كان في السودان او كان في ليبيا، او يعني انت اليوم شايف ان قوات تركيه تنزل لدعم جماعات متطرفه داخل طرابلس. يعني ما هذه الجماعات لم تنزل لخدمه فايز السراج كما يقال رئيس الوزراء، هذه نزلت لخدمه جماعه ارهابيه داخل، لديها ارتباط لجماعه انصار بيت المقدس ولا جماعات اخرى داخل دوله، داخل العاصمه طرابلس. وهؤلاء لديهم تعاون ما بين الدولة التركية وما بين أو أفراد لنقول في الدولة التركية، حتى نلطف حتى الجمل ولا يعني ما يزعلون علينا، يعني يقولون والله باكر أنتم تستخدمون المفردات الثقيلة. لا أيوة، خلنا نقول بعض الأطراف في الدولة التركية تساند التنظيمات المتطرفة في ليبيا، وهذا واضح، ما يعني لا يستطيع أحد أن ينكر بدليل اعترافهم. والأمر ينسحب أيضا على الجزائر، الوضع في الجزائر حتى الآن غير معروف الوضع، يعني كان مفروض عندهم في شهر 7 القادم انتخابات رئاسية، الآن لم يترشح أحد، المسألة مش معلومة. فهذه ما لم يكون بيتك العربي رصين وقوي لا تستطيع أن تواجه أنت مخاطر أخرى. طيب جميل. أستاذ يحيى، هناك من شرع الأبواب من العرب أنفسهم للنظام الإيراني، شرعوا أبواب دولهم للإيراني وقالوا له تفضل، يعني وأضروا بالمصالح العربية. هؤلاء أين موقعهم من الإعراب من هذه القمم الطارئة، من الحلول للجرح العربي الذي أصبح عميقاً وأليماً جداً؟ يعني يمكن خليني إذا بس سمحت لي في جزئية مثلاً سايكس بيكو، لا الدولة العربية التقليدية خلنا نقول غير دول الخليج، إنما اكتملت منظومتها بعد سايكس بيكو، لا سوريا لا العراق لا لبنان، وهي الدول اللي اليوم فيها الأزمات. ثانياً أنا على الإطلاق ما أتصور النظام الإيراني نظام براغماتي، أنه السياسة بحد ذاتها براغماتية. أتذكر لما كان سمو الأمير محمد بن سلمان في واحد من الحوارات، ما نبغى نتشعب في هذا الموضوع كثيرا باختصار أساس، في واحد من الحوارات لما سئل عن النظام الإيراني كان يقول، كان يعطي مثال، كان يقول أنا في مثلا بيني خلاف مع روسيا، نجلس ونلتقي وأشوف أنا وين مصلحتي هو يشوف وين مصلحته. بس هذا الأداء هذا يأتي بتعديل يسير ومؤقت، لكنه ما يغير العقيدة السياسية. أيام رفسنجاني الأمير نايف الله يغفر له ويرحمه زار طهران ووقعنا اتفاقيات بصفة رفسنجاني إصلاحي وبصفته، ثم في النهاية بنهار كل هذا لأنه طيب. الصارم والثابت هي العقيدة. طيب. اليوم الدول اللي يمكن وصفها بدول في المنطقة متورطة في المحور الإيراني إذا صح التعبير. نعم. كل المتورطين اليوم في المحور الإيراني والتركي هم المتورطين في مشروع 2011 بالاستثناء، وحتى كل ما يقومون فيه يعني من بعد الأعوام 2015-2016 بعد ما يمكن وصوا بإعلان الوفاة الرسمي لهذا المشروع، كل ما يقومون به هو نوع لتقليل دائرة الخسائر التي دخلوا بها. النظام التركي دخل في مشروع 2011 دخول إلى العظم، ولذلك إلى اليوم سياسياً اليوم النظرية السياسية البراغماتية الواقعية تعجز عن تفسير أن النظام التركي مثلاً يعادل القاهرة، لا هي على حدودك ولا بينك وبينهم مصالح مشتركة ولا في مصلحة لا اقتصادية ولا سياسية لتركيا إنها تعادي، فهذا من قارة وهذا من قارة. بس إنه أنت تورط جدا في مشروع 2011، واليوم يشعر إنه يعني حجم الطموح اللي هو تخيله وحجم الورطة اللي هو دخلها في مشروع 2011 يجعله يأخذ مثل هذه المواقف السياسية. بالنظام القطري من أكثر الأنظمة يعني يمكن هو كان الكنترول بانل في المنطقة حق مشروع 2011، يعني مشروع الربيع العربي. بعض الدول اللي دخلت في هذا المشروع لما أحاطت بها الخسائر وجدوا أنه قد يكون يعني
يعني الجميع يدرك انه كان في دور ايراني في مشروع 2011، وشفنا هذا مع في سجن النطرون، وشفنا من خلال حزب الله، وشفنا في البحرين مثلا، وشفنا. لكن لما دارت الدوائر على اللاعبين اللي في المنطقة في مشروع 2011 فتحوا الباب واسعا مع النظام الإيراني. ثم لما تحركت دول الاستقرار في المنطقة، ولاحظ دول الاستقرار في المنطقة هذه لعبت السعودية والإمارات وغيرها، لعبت دور محوري جدا في الحفاظ على الدولة الوطنية العربية. جميل. واستطاعت تخليصها من تلك الفوضى، و بعد ذلك اتجهت إلى هؤلاء اللاعبين اللي تورطوا في مشروع 2011. من استمر منهم في مشروعه النظام القطري، وتمت المقاطعة وحنا الآن مشكين على السنة الثانية. النظام التركي هو اليوم داخل في معاناة، لأن كلها معادلات لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالبراغماتية ولا في المصلحة. النظام الإيراني واليوم العالم كله بات يدرك أنه يمثل عبء على استقرار المنطقة وعلى استقرار. طيب جميل. هذه الدول التي تحدث عنها الأستاذ يحيى، هل ستستمر في دفع الثمن لما ذهبت إليه ناحية محور الشر كما أسميته دكتور؟ وما الذي يجب عليها؟ يعني الآن الإحساس بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية مطلب لتنجح هذه لقمة مكة. المملكة العربية السعودية، الإمارات، دول الخليج كما تحدث دكتور هي قادرة، لا يعني ليست في حاجة أحد، لكن هذه الدول يجب عليها أن تستوعب شيء معين. لابد أن تستوعب قانون جديد في العلاقات العربية. ما هو هذا القانون إذا أردنا أن نسميه؟ يعني ممكن قانون، ممكن مشروع. مشروع. المشروع العربي هو الحفاظ على مثل ما تذكر أستاذ يحيى على الدولة الوطنية وعلى اللحمة العربية على الأقل في أدنى شؤونها. يعني لا نبشر بأن تكون الدول العربية هي دول واحدة، لا، يعني هذا الكلام ضرب من الخيال. أنا أنتمي للمدرسة الواقعية في الواقع، ولا أنتمي للمدرسة المثالية اللي يقولها كثير من الأساتذة. لكن من جانب آخر، إذا التف هؤلاء عند يعني اعتقد بأن مصالحهم ستكون ليس مع المشروع العربي أو المشروع الخليجي، أي دولة كانت الزمن سيفرمها. الزمن، يعني من يخرج خارج الترس السعودي الإماراتي الخليجي سيتم فرمه، ليس فقط من ناحية لأن الزمن سيفرمه في الواقع. ربما قد يكون لشؤون داخلية في تلك الدول، وربما لظروف واقع ضغوط دولية تكون فيه. لكن هذا كله يستدعي إلى أن تكون هذه الدول، وأنا دائما يعني أنا لماذا نركز على قوة المملكة العربية السعودية؟ دكتور إذا سمحت، القوة هذه إذا كان تبين بأن هذه الدولة إذا كانت قوية وكانت محورية في المنطقة، تنعمنا نحن بهذه القوة وأصبح ذلك انعكاس على أمننا في دول المنطقة. وهذه الدولة ليست لديها إلا مشروع يخدم السلم والأمن الدولي وخدمة يعني جيرانها وأشقائها بما لا يتنافى مع الأسس الدولية والقواعد الدولية ذات الصلة في حسن الجوار وغير ذلك من القضايا. لكن أنا بأشير بس لـ30 ثانية. نعم تفضل. أقل. أنا أعتقد أن المشروع الذي فشل من الأتراك هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يبشر فيه رجب طيب أردوغان، وقال أني أنا جزء من تنفيذ هذا المشروع اللي من خلاله تقسيم دول المنطقة لمصالح تركية ولمصالح بعض الدول. طيب دكتور فايز النشمر، رئيس مركز الرؤية للاستشارات السياسية والاستراتيجية من دولة الكويت الشقيقة، شكرا لك دكتور. أستاذ يحيى الأمير الكاتب صحفي المعروف، شكرا جزيلا لك. الشكر والتقدير لكم أنتم مشاهدينا الكرام على كريم وطيب المتابعة. لاستوديو مكة في هذه الساعة التغطية متواصلة عبر قنوات التلفزيون السعودي وعبر قناة السعودية مباشر، والتي خصصت لتغطية هذه القمم الثلاث على مدار الساعة. في أمان الله.